ما انت لا اتجوزت؟ تتحدث عن ان انت لا تتحدث عن 20، ها تعال على 19 ايه ثم اذهب على 20 ثم اصعد لل21. ايه يعني عندنا ارقام تخمينيه وعندنا ارقام حقيقيه. للاسف للاسف هذه الحكومه ارقامها غير دقيقه. طيب يعني نحن مثلا في موازنه 2019، انظر الى الموازنه الجاريه او التشغيليه، راح تشوف انه الموازنه التشغيليه رقمها 79 تريليون. تعال على الموازنه 2021، موازنه 2021 هذا الرقم صعد الى 122 تريليون، طيب بفارق 43 تريليون. زين، ما الذي حصل في 2020 حتى يزداد نفقاتنا 43 تريليون؟ انا قلت في احدى القنوات الفضائيه هذا الرقم فقط يساوي موازنه سوريا ولبنان والاردن.